السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود برقان. اليوم راح يكون درسنا أو طريقة شرح جهاز الفحص اللي هو المالتيميتر أو الأفوميتر. طبعا الطريقة تبعتنا راح تكون مبسطة جدا للمبتدئين، وبعد هيك راح نعمل درس تاني إن شاء الله للمتقدمين وطريقة الفحص الأشياء المور أدفانس زي الترانزستور والثايرستور والبرج ريكتيفاير. مبدئيا راح نكون احنا بطريقة الفحص العادية اللي هي فحص الفولت الاي سي والدي سي، اللي هي الاي سي اللي هي الالترناتيف كارنت اللي هي زي كهرباء البيوت والكهرباء العادية، والدي سي اللي هي الكهرباء اللي بتكون بعد المحولات اللي هي الدايركت كارنت. تمام، وراح احط لكم هلا بالفيديو تبعنا اللي هي الموجة الاي سي وموجة الدي سي، وراح نحكي ان شاء الله على فحص المقاومات وفحص الديودات وفحص الفيوزات وطريقة فحص المقاومة بشكل عام، وبعد هيك ممكن نحكي عن الأمبير والأشياء الأخرى. طبعا رح نحكي بشكل مبسط جدا، إنه لو حدا عنده ساعة فحص على قليل يقدر يستخدمها الأشياء البسيطة جدا، وبعد هيك رح نحكي عن الأشياء المتقدمة إن شاء الله في درس تاني. ولا تنسوا أكيد اللايك والشير والسبسكرايب، طبعا هذا فضلا وليس أمرا عشان تدعمونا القناة بعد إذنكم. وهلا بدنا نبلش بشرح المعطيات اللي انا حكيتها قبل شوي، اللي هي الافوميتر او الملتيميتر على جهاز اليونت تي ام 3900. تمام، هلا احنا بكل بساطه عندنا هذا الرمز اللي هو رمز المقاومه مع تدرجات المقاومه، عندنا ال 200 اوم وال 2 كيلو اوم وال 20 كيلو اوم وال 200 كيلو اوم وال 2 ميجا اوم و 20 ميجا اوم. طبعا بكل بساطة 200 اوم اللي هي 200 اوم مباشرة، 2 كيلو اوم اللي هي 2000 اوم اللي هو الكيلو اللي هو 1000. تمام، وعندنا اللي هو الدي سي اللي هو عيار اللي هو الدايركت كارنت، يعني اللي بفحص عليها المحولات، بفحص عليها الدوائر الالكترونية بعد البريدج ريكتيفاير او بعد دائرة التحويل من الاي سي للدي سي. في عندنا عيارات عندنا هون اللي هو ال 200 ملي امبير. تمام، اللي عندنا هون ال 200 ملي فولت، وعندنا هون 2 فولت، وعندنا 20 فولت، وعندنا 200 فولت و1000 فولت. طبعا باي دائره احنا بدنا نفحص فيها، وبرجع بكرر انه اي دائره بدي افحص فيها اذا انا ما بعرف شو الفولت اللي راح افحصه بضبط الساعه على اعلى عيار، وبعدين ببلش انزل تدريجيا عشان ما يتضرر الساعه تبعتي واحط لها عيار اعلى من عيارها اللي انا مثبتها عليه. وعندنا هون طبعا بعد ما اخلص شرح الساعه كامله راح افرجيكم عمليا. وعندنا هون اللي هو الاي سي اللي هي كهربة البيوت، الاي سي اللي هي الالترناتيف كارنت، بدنا نفحص احنا طبعا الفولت. تمام، وعندنا نفس التدريجات اللي هي ال 200 ملي فولت و2 فولت وال20 فولت وال200 فولت وال750 فولت. طبعا كهربة البيوت اللي هي 220 فولت بنفحصها مبدئيا على ال 750 هي، وكهربة الثري فيز اللي هي 380 فولت. فاحنا بنبلش اول اشي باعلى عيار وبعدين بنبلش ننزل تدريجيا. هلا هون في عنا فحص المواسعة تبعت المكثف. تمام، سوري، هون عنا عنا هون اللي هي فحص الامبير، امبير الاي سي. احنا هون نفحص امبير، هون كنا نفحص فولت، هون نفحص امبير. طبعا فحص الامبير بدنا نغير الاقطاب، الاقطاب ما لازم تضلها بنفس الطريقة اللي بنشبك فيها للفولت. الفولت بنحط الكومن اللي هو الاسود على الكومن، والبلس على الشكل الشعار هاد، او مكتوب هون المقاومة. يعني اذا انتم شايفين في هون مكتوب اللي هي المقاومة ومحطوط الشعار تبعها. لما بدي افحص امبير بدي اشبكها على العيار هاد. طبعا هون انا بفحص بالميلي امبير او مايكرو امبير، اذا يعني بدي افحص 1 2 3 4 5 عيارات هدول بنفحصوا على الابيض. تمام، لما بدي افحص 20 اللي هي هاي لازم افحص على الاصفر لانه هذا في عليه فيوزز عشان يحمي الساعه. تمام، هلا اذا بدي افحص دي سي اللي هي بدي افحص الامبير بس على الدايركت كارنت. تمام، هاي عياراته بنفس الطريقه اللي هي 20 مايكرو اوم، 200 مايكرو اوم، 2 اوم و2 ملي اوم، 20 ملي اوم، 200 ملي اوم او 2 اوم، سوري 2 امبير و20 امبير. تمام، هلا هاي وهاي انا ما حكيت عنهم اللي هم هذول فحص المكثفات. تمام، فحص المكثفات بيصيروا عن طريق هاي وعن طريق هاي،
يا إما مباشرة من الأقطاب أو بشبك الترانزستور أو الثايرستور بهذا المكان حسب الأقطاب تبعته، حسب رجليه، حسب بي أن بي أو أن بي أن، وبحط الإميتر والبيز والكوليكتر، يعني حسب العيار تبعه لازم أغزه هون بهذا المكان عشان تفحص لي إياه الساعة. هلأ بدنا نبلش بالخطوة الثالثة عشان نفحص الفحص العملي. الفحص العملي إذا أنا في عندي مقاومة أو عندي دايود بدي أفحصه، يعني هذا أحد أشكال الدايود، هذا أحد أشكال المقاومة، هذا أحد أشكال المكثف، هذا برضو مكثف كريستالي، يعني في كتير قطع ممكن تشوفها أنت ما تعرف إيش هي، هذا الفيوز، هذا محول، هذا آي سي، إذا مبين معاك والآي سي تمام. هلا إذا بدي أفحص دايود في طريقة يعني خاصة بفحص الدايودات. أول شيء بدي أجي للساعة، بدي احطها على عيار الدايود تمام واشغلها اوكي، وبعدين اجي على الاقطاب، خلي الساعه هون، اجي على اقطاب الدايود ان شاء الله تكون واضحه معاكم، راح اجيب لكم اياها بفيديو ثاني اللي هي، بس خليني افرجيكم كيف بنشبكوا الاقطاب على الفحص. هلا الدايود بده ينفحص بهاي الطريقه، بدي احط احد الاقطاب على السالب واحد الاقطاب على الموجب تمام، وبعدين اعكسهم. هلا لازم يوصل او يعطيني قراءه باتجاه واحد مش باتجاهين، اذا اعطى قراءه باتجاهين معناته هاي قيمته خاطئه. انا هلا اروح اثبت ايدي زي هيك وافرجيكم الساعه، ثواني. ثبت ايدي بالفحص عشان تكون الامور واضحه بالنسبه لكم. انا راح اثبت الملائط، انا طبعا مثبت ملائط على الديود. هلا زي ما انتم شايفين راح افرجيكم الساعه، اعطتني 629 اوم تمام، هذا بالاتجاه الاول. بالاتجاه الثاني لازم يعطينا قيمه اعلى من 1000 او بكون الديود ضارب، يعني اذا اعطاني صفر يعني لا بيعطينا زي هيك open circuit، هذا هيك معناته صحيح 100% شغال. لازم يعطي توصيل باتجاه واحد او قراءة باتجاه واحد، والقراءة هاي لازم لا تكون زي هيك open circuit ولا تكون shortage. شو يعني shortage؟ يعني انه لو ضربت الاقطاب في بعضها راح يعطيني اصفار، هذه هيك short circuit وهاي هيك open circuit. لازم يكون احد الاطراف يعطي open circuit او والطرف الثاني لازم يكون يعطي قيمة معينة ما بين ال 400 أو ما بين ال 200 وال 600 تمام؟ هيك بيكون شغال. أحد الأطراف باتجاه أو بالاتجاه الثاني أعطى open circuit أو بيكون أموره طيبة. أي طرف من الأطراف إذا أعطى short circuit زي اللي هاي اللي إحنا شايفينها هلأ على الساعة، هاي اسمها short circuit. ولو جينا على المقاومة رح تسمع صوت بيب اللي هو إنه في عنا short circuit. هاي الشورت سيركت معناته هاي القطعة 100% معطوبة،